تفاصيل الأحداث. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. وأكد الرئيس السيسي خلال الكلمة الافتتاحية أن منتدى شباب العالم أصبح منصة حوار وتواصل بين الشباب ومجالا لتبادل الرؤى بين شباب العالم في لحظة من التاريخ الإنساني تؤكد أهمية الحوار فيما بيننا. الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. في نسخته الرابعة وبمشاركة واسعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بافتتاح منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وسيد نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان والسيدة قرينته. يشرفني وبحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير. اجتمعنا وبسم الله نبدأ، من أجل المستقبل نهر. شكرا. وعلى هامش انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيس الوزراء اللبناني ضيفا عزيزا على مصر، مؤكدا سيادته الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان، ومعربا عن كامل الدعم له من أجل النجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني ويساعد على إجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الحساسة والدقيقة الراهنة بلبنان. بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من 196 دولة، انطلق منتدى شباب العالم الذي يدعو إلى السلام والحفاظ على التنوع والتنمية والإبداع. يشرفني وبحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير. اجتمعنا وبسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل. شكرا. بهذه الكلمات أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لفعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ تحت شعار العودة معا. الاختلاف وليس الخلاف، الحوار وليس النزاع، هما السبيل الأمثل والوحيد أمام الإنسانية للتغلب على كل التحديات وحل كافة الأزمات. لذا تقدم مصر هذا المنتدى في نسخته الرابعة منصة للتعاون من أجل السلام والإبداع والتنمية. في مستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تلك المنصة التي باتت منصة حوار
وتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم، وخاصة في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني والتي تحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا، وأن نشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف. ويأتي منتدى شباب العالم في نسخته الحالية بعد توقفه العامين الماضيين بسبب تفشي جائحة كورونا عالمياً، لذا جاءت أجندة فعاليات المنتدى متضمنة عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا التي أثرت على حياة الملايين من العالم. لقد جمعنا هذا المؤتمر مجددا، وهذا يذكرنا بأنه ما من وقت لنهدره، إن بناء مستقبل أفضل يبدأ اليوم. لمن يحضرون هذا المنتدى من الشباب، واصلوا الحديث، واصلوا إيجاد الحلول. وأتوجه إلى القادة والمسؤولين، بينما نتطلع إلى التعافي أرجو أن أتوجه إلى الشباب، إن الشباب معين لا ينضب من الأفكار والحلول المبتكرة. أن عام 2022 يجب أن يكون هو عام القضاء على هذه الجائحة، ومن أجل توجيه النمو نحو والنمو والتقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن نتعافى وأن نعمل على بناء الشباب من أجل أن يلعبوا دورا محوريا في مجتمعاتهم، وأن منتدى شباب العالم هو فرصة هائلة لتغذية الكثير من الأفكار. تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كورونا، خاصة المتحور الجديد أوميكرون، يشهدها المنتدى هذا العام. ومن بين هذه التقنيات روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وآخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزيع أدوات التعقيم وتقديم المعلومات عن أماكن ومواعيد عقد الندوات وورش العمل بالمنتدى. وعلى مدار 4 أيام يشهد المنتدى عقد العديد من الندوات وورش العمل التي تناقش مستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة والتحول الرقمي والتعليم ومواجهة التحديات البيئية والمناخية وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد جائحة كورونا، فضلا عن استعراض مبادرة حياة كريمة باعتبارها تجربة مصرية ملهمة لتنمية الإنسان، بالإضافة إلى تقديم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان. منتدى شباب العالم في نسخته 4 منصة تقدمها مصر للحوار والتفاعل بين الشباب من كل أنحاء العالم من جانب، ومتخذ القرار من جانب آخر لاستشراف مستقبل أفضل لكل الإنسانية والتغلب على التحديات والأزمات التي باتت تواجهها، وفي مقدمتها التداعيات السلبية لجائحة كورونا. لذا كان تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق فعاليات المنتدى بأن الحوار هو السبيل الأمثل أمام الإنسانية للتغلب على هذه الأزمات والتحديات. على رشوان، التلفزيون المصري. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد، حيث أكد الرئيس السيسي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه منذ نوفمبر عام 2016 ساعد البلاد على تجاوز تداعيات أزمة كورونا. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر حققت نتائج إيجابية مقارنة بالدول الأخرى فيما يخص حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، وذلك بسبب الاستراتيجية التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الجائحة. بمشاركة غير مسبوقة للعديد من قادة العالم يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمنتدى شباب العالم. الجلسة تناولت جائحة كورونا وآثارها المتعددة على العالم وسكانه. المنتدى الذي انطلقت نسخته 4 بمدينة السلام بمشاركة 3000 شاب من مختلف دول العالم، عقدت جلسته لليوم الأول له تحت عنوان جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد.
حضورها ومتحدثوها من رؤساء وصناع قرار الكثير من الدول طرحوا تجاربهم في مواجهة الجائحة وجهود دعم الشباب في التغلب على انعكاساتها السلبية. الرئيس السيسي في كلمته أشار إلى أنه رغم التحديات التي أفرزتها الجائحة وإضرارها بالكثير من القطاعات، إلا أن مصر من خلال خططها الإصلاحية التي سبقت ظهور الفيروس وانتشاره ساعدت على الحد من سلبياته وآثاره السلبية على المجتمع. إن إحنا بعد ما كنا من الدول الأكثر إصابة بفيروس سي، بقينا بنقدر نتكلم عن نفسنا دلوقتي وبشهادة منظمة الصحة العالمية إن إحنا من الدول الأقل إصابة بهذا الفيروس. أنا كنت عايز أتصور نتصور مع بعضنا البعض، لو كانت مصر واجهت الجائحة دي بهذا الحجم من المصابين بهذا المرض، تتصوروا كم في المية من المصابين كان ممكن إحنا نفقدهم أثناء الجائحة؟ وفيما يخص الاقتصاد، فمن خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية سابقا على كورونا وظهوره، استطاعت التصدي لآثارها السلبية لتصبح مصر من دول العالم المحدودة التي حقق اقتصادها نموا خلال عامي الجائحة. احنا بدأنا في نوفمبر 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي، وأتصور ان احنا لو ما كناش أطلقنا هذا البرنامج اللي كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين، أنا بتكلم على الشعب والرأي العام في مصر، أتصور أن إحنا كان هيبقى موقفنا لو ما كناش عملنا هذا البرنامج أن كان هيبقى تداعيات الموقف الاقتصادي في مصر أكتر كتير لو ما كناش عملنا هذا البرنامج. إحنا النهاردة خلصنا البرنامج ده اللي أطلقناه في نوفمبر 2016 زي ما قلت، خلصنا المرحلة الأولى وشغالين دلوقتي في المرحلة الثانية. أنا عايز أقول لكم إن ده خلى الاقتصاد المصري مستعد يتحمل صدمات أكبر. ومثلما كانت كورونا إنذارا ومحنة، فإنها كانت أملا ومنحة، أكدت ضرورة تكاتف العالم وتعاون قادته لمواجهة التحديات والتغلب على الأزمات. أود أن ألقي الضوء على أنه في بداية هذه الجائحة قد أبدت مصر سخاء بالغا حينما تبرعت بالكثير من الأجهزة الطبية والمستلزمات الأخرى للبلدان الأخرى، وأود لهذا الأمر أن أشكر سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يدعونا العالم إلى أن نحدد في عالم ما بعد الجائحة أهداف وتفاصيل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بناء على استجابة صحية شاملة بما في ذلك العمل على توفير اللقاحات والتشخيص والمنظومات الصحية الفاعلة. وأسسنا مجلس إمارة للشباب ليكون صوت للشباب في كل ما يخص قطاع الشباب بالنسبة لمجلس الوزراء، وبعد ذلك أطلقنا أكثر من 40 مبادرة تهدف إلى الاستماع فقط للشباب والتفاعل معهم وإشراكهم، وبعدها أصبحت البيئة المؤسسية في الدولة بيئة مناسبة وجاهزة لاستراتيجية وطنية وجدول أعمال واضحة تركز على الاستثمار في الشباب. دور مهم يلعبه الشباب في مواجهة ما تتعرض له المجتمعات من مشكلات، هذا الدور يجب دعمه من خلال استراتيجيات وبرامج تعظم الاستفادة من الشباب وخبراتهم ومشاركتهم المجتمعية. الشباب هم الدافع الأكثر إبداعا والأكثر قوة في مجال التنمية، يجب أن نتحقق من فهمهم لمسؤوليتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يجب على الشباب أن يستخدموا قوة التكنولوجيا والتقدم. ويظل منتدى الشباب بحسب آراء هؤلاء الرؤساء والقادة جسرا للتواصل بينهم وبين شبابهم وفرصة لتقارب رؤاهم ووجهة نظرهم. رؤيتكم فخامة الرئيس هي خلق جسر لجمعنا هنا جميعا في شرم الشيخ
من أجل أن تسمع أصوات الشباب وأن تسمع أصواتنا بالنسبة لهم أيضا، فهم أيضا يستفيدون من خبراتنا وما فعلناه خلال محاولاتنا للتغلب على المصاعب والظروف العصيبة التي واجهناها خلال مسيرة حياتنا. هذا ما نحتاج إليه في عالم اليوم. نحن نشجع على منتدى شباب العالم أن يكون منصة مستدامة، وذلك من أجل استماع إلى كافة الرؤى والذي يمكن الشباب للانخراط مع صناع السياسات من أجل جعل عالمنا عالم أفضل. وتظل الأزمات والعقبات دافعا للعمل لتحقيق الأفضل والأحسن، لتحويل العقبة إلى نعمة والمحنة إلى منحة. مهما كانت المحنة لا تجعلنا أبدا نتوقف والحياة تقف. لا، الحياة ما تقفش، الحياة هتستمر وهنتجاوز أثرها بشكل كامل إن شاء الله قريبا يعني. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب دكتور محمد البهواشي الباحث في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. دكتور محمد، نبدأ معك. بتأكيد الرئيس السيسي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه منذ نوفمبر 2016 ساعد على تجاوز تداعيات أزمة كورونا. أولا، كيف ترى ذلك على أرض الواقع؟ بدايه برحب بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بك. طبعا اللي بنشهده النهارده هو نتاج ثمار برنامج اصلاح اقتصادي اعطى القادم مصر القدره على امتصاص الصدمات، ويمكن كانت اعظم صدمه مرت بالعالم كله كانت صدمه جائحه كورونا. الحمد لله قدر الاقتصاد المصري يتخطى هذه الصدمه يعني بقول كان اصبح لمصر الاليات ان يتعامل من خلالها، ان بقى في تناغم ما بين السياسه الماليه والسياسه النقديه والاجراءات اللي اتخذتها الدوله لمجابهة تداعيات الأزمة. اللي شفنا يعني البنك المركزي والحكومة والوزارة المالية خدت خطوات استباقية قدرت من خلالها دعم الأنشطة الصناعية التي تضررت أو القطاعات الاقتصادية التي تضررت من جراء الجائحة، وبالتناظر حافظت على الإجراءات الاحترازية اللي يعني حافظنا على القوى البشرية أو صحة المواطنين. ويمكن كنا احنا لو نرجع بخطوة الخلف كانت مصر كان ليها خطوه السد من خلال البرامج الرعايه الصحيه اللي انتهجتها الدوله قبل جائحه كورونا خالص، اللي هي كان مبادره ال 100 مليون صحه والمبادرات الصحيه المتتاليه للكشف عن الفيروس سي ولرعايه الاسره ورعايه صحه المراه والطفل. كل دوت اعطى ثماره النهارده في ظل جائحه كورونا. كان عندنا الداتا اللي عرفنا عرفت الحكومه تشتغل من خلالها، عندنا الامكانيات او الاليات الاقتصاديه اللي اعطت الحكومه القدره ان هي تتلافى الاثار الجائحه، والحمد لله قدرنا في ظل تراجع الاقتصاديات العالم اجمع مصر من ضمن 18 دوله فقط اللي كانت بتحقق معدلات نمو ايجابيه. طيب يعني حينما نتوقف دكتور محمد عند الاشادات الدوليه بالنمو والانتعاش الاقتصادي المصري رغم ما يمر به العالم من ازمات اقتصاديه، ما الذي تعكسه مثل هذه الاشادات في نظركم؟ طبعا هي الاشادات دي اصلا هي بتصدر من جهات دوليه يعني بتوصف ان هي دايما ان هي الحياديه والانضباط لهذه الاشادات، يعني ما فيش فيها اي مجاملات. فكره النهارده ان احنا بنصل لتصنيف ائتماني من قبل المؤسسات الدوليه كلها على يعطي مدى قدره وصلابه الاقتصاد المصري، ويعني يوصف ان هو في قدرته على امتصاص الصدمات، وبنقول ان في نظره مستقبليه ايجابيه. فده كله بيعطي نظره لما توصلنا اليه الاقتصاد المصري من قوه بنيانه اللي احنا كنا يعني خرجنا من برنامج قطاع اقتصادي كان شديد الوطأه. ويمكن سياده الرئيس النهارده قال ان هي كانت في قسوه وتحملها الشعب كله. النهارده الحمد لله ان احنا بنجني ثمار النهارده ان احنا قادرين نتعامل مع الازمات، والحمد لله قادرين نقف على رجلينا. لا، وبالفعل في ظل تراجعات الاقتصاديات العالم مصر كل يوم النهارده بتفتح مشروعات قوميه جديده وبتبني مصر الجديده. احنا النهارده بنشوف النهارده مصر بخلاف ما كانت قبل 7 سنوات، جمهوريه جديده بالفعل على ارض الواقع
في ده بيترجم اقتصاديا. النهارده بقت دوله مستقره اقتصاديا، مستقره امنيا، دوله وجهه تعد من الوجهات الجاذبه للاستثمار الاجنبي المباشر على مستوى القاره والمنطقه للعام الخامس على التوالي. ده كله بيعطي نظره بالتفاؤل ان احنا قدرنا نصل الى للطريق الصحيح، الطريق اللي يعني نقول ان احنا وصلنا له هي خطوه من 1000 خطوه، ليس هو يعني ليس هو الغايه، لكن النهارده اللي احنا وصلنا له هو بدايه الطريق ان احنا نضع مصر في مسار الدول المتقدمه. طيب، على ذكركم منذ قليل المنتدى شباب العالم وأوجه الأهمية في هذا المنتدى، هناك تبادل الأفكار وإبداعات الشباب والحوار التفاعلي لطرح قضايا الشباب وإيجاد الحلول لها، ما الذي تمسه أو ما الذي تتوقف عنده إزاء ذلك؟ طبعا احنا النهارده الحدث نفسه يعني قبل اللحظه اللي حضرتك تفضلت وطرحته، الحدث نفسه ان في الوقت اللي هو بيعاني منه العالم من تداعيات جائحه كورونا، قادرين مصر قادره الحمد لله ان هي تنظم هذا الحدث العالمي اللي بينظر له العالم باهتمام شديد. مصر بتتحمل بنقول قضايا التنميه وتنميه الشعوب بالكامل، منطقه تنميه شعوب المنطقه والقاره الافريقيه. مصر بتدعو لدعم الشباب، يمكن احنا بنقول على اهداف التنميه المستدامه ال 17 مصر بتتبناهم في هذا المنتدى، فده كله بيعطي صوره لقدره مصر على تنظيم لهذه الاحتفاليات او هذه المؤتمرات الدوليه. لمدى ما توصلت اليه مصر النهارده، يمكن احنا بنشوف النهارده والعين عين العالم كله على شرم الشيخ، مدينه السلام، وما يحدث فيها من منتدى عالمي اجمع قادر على تجميع شباب العالم كله، وفي وشفنا الاحترافيه في اداره هذا العمل اللي بيقول لي عمل عالمي على ارض مصر. فده كله سياسي يعني رساله للعالم كله ان مصر عندها القدره الاقتصاديه، عندها القدره المكانيه والبنيه التحتيه، موقعها اللي ربنا حباها بيه اللي هو متوسط ما بين دول العالم، مصر بتستغله استغلال الامثل النهارده لتظهر للعالم بشكلها الجديد في ثوبها الجديد، الجمهورية الجديدة. نشكر جزيل الشكر دكتور محمد البهواشي، الباحث في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة هذا العام تحت شعار الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان. هذا وأصر الرئيس السيسي على تقديم الشكر لكل الفنانين الذين شاركوا في عرض مسرحية القرية التي عكست ما مر به العالم من أزمات خلال جائحة كورونا. ويعد مسرح المنتدى موطنا للشباب الموهوبين حول العالم ليعرضوا مواهبهم، ويضم مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والمسرحيات والعروض الكوميدية والمحادثات الملهمة. وقبيل انطلاق فعاليات المنتدى، استقبل الرئيس السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور مصر تلبية لدعوة من الرئيس السيسي، وذلك للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. كذلك استقبل الرئيس السيسي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني للمشاركة في فعاليات المنتدى. وتعد مشاركة ولي العهد الأردني في منتدى شباب العالم هي المرة الثالثة لحرصه على حضور هذه الفعالية الشبابية الدولية والتي يشارك فيها عدد من الشباب الأردني. استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نظيره اللبناني نجيب ميقاتي على هامش فعاليات المنتدى، حيث تطرق الجانبان إلى الملفات الخاصة بتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز وسبل تحقيق الربط الكهربائي بين البلدين ليتسنى إمداد لبنان بالكهرباء، فضلا عن تسهيل حركة التبادل التجاري لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية اللبنانية وتزويد لبنان بالمساعدات الغذائية والإنسانية. وخلال اللقاء وجه مدبولي بالاستمرار في تقديم كل سبل الدعم الممكن لدولة لبنان، معربا عن ترحيبه بتلبية الدعوة لزيارة لبنان. من جانبه تقدم ميقاتي بالشكر والتقدير للرئيس السيسي ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على المتابعة الحثيثة لموضوعات التعاون مع لبنان والرغبة والجهود الصادقة في الوقوف بجانب لبنان في أوقات الشدائد.
وفي إطار المشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج معرضا للتعريف بجهودها في 5 ملفات عمل ومبادرات رئاسية، وهي المبادرة الرئاسية اتكلم عربي، والمبادرة الرئاسية مراكب النجاة، وسلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وكذلك استراتيجية وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج وجهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج. وأعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها للجنة المنظمة للمنتدى على جهودها المشرفة لتنظيم واستضافة حدث عالمي على أرض مصر، مؤكدة أن تنظيم المنتدى في هذه المرحلة يعد تحديا وإنجازا غير مسبوق في ظل انتشار جائحة كورونا، ويعكس قدرة الدولة المصرية وأجهزتها المعنية على تنظيم أهم الفعاليات مهما بلغت درجة التحدي. أشادت الجامعة العربية بفوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها الجامعة بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية، والذي عقدت فعاليته بمقر الجامعة العربية ومشاركة الدول الأعضاء، حيث تم عرض تجارب الدول العربية في هذا المجال، خاصة المبادرة المصرية لمحو الأمية. انتخب نائب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي خلال جلسة حضرها 240 نائبا من أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 329 عضوا. وحصل الحلبوسي على 200 صوت مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني، بينما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة. وعقب انتخابه أعلن الحلبوسي فتح باب الترشح لمنصب الرئيس العراقي الذي سيطلب بدوره من أكبر كتلة برلمانية تشكيل الحكومة المقبلة. انطلقت في جنيف المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة والتي تهدف لمعالجة الأزمة في أوكرانيا. ويبحث الجانبان الاقتراحات الأمنية الروسية لحلف شمال الأطلسي وواشنطن، والتي تشمل أحكاما بشأن عدم النشر المتبادل للصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وعدم توسيع نيتو شرقا وخفض التدريبات العسكرية. ويرأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، بينما ترأس الوفد الأمريكي نائبة وزيرة الخارجية ويندي تشيرمان. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية والحليفة لها التي أرسلت إلى كازاخستان لمساندة السلطة هناك ستنسحب عند انتهاء مهمتها.
وخلال اجتماع عبر الفيديو مع قادة دول حليفة بينهم رئيس كازاخستان، حذر بوتين من أن روسيا لن تسمح بثورات ملونة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة حسب قوله. كما أكد الرئيس الروسي أن الهجوم على كازاخستان هو عمل عدواني، وكان من الضروري الرد على ذلك دون تأخير. قضت محكمة في ميانمار بسجن الزعيمة المعزولة أونغ سان سو تشي لمدة 4 سنوات أخرى بعد إدانتها باستيراد وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني وانتهاك قيود فيروس كورونا. كانت سو تشي أدينت الشهر الماضي بتهمتين أخريين وحكم عليها بالسجن 4 سنوات، خفضها رئيس الحكومة التي نصبها الجيش إلى النصف هذه القضايا، هي من بين عشرات القضايا المرفوعة ضد سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والبالغة من العمر 76 عاما. حذر صندوق النقد الدولي من أنه يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد لفترات من الاضطراب الاقتصادي بسبب المتحور أوميكرون الذي يتفشى في العالم ويزيد من متاعب البشرية وأزماتها. وصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، وتصدرت القارة العجوز بمعظم دولها القائمة، تلتها قارة أسيا فأمريكا اللاتينية. وفي القارة السمراء عاد نحو 15 مليون تلميذ إلى المدارس في أوغندا مع إعادة فتحها للمرة الأولى منذ نحو 2 عامين من غلقها بسبب جائحة كوفيد 19. وقبل أقل من شهر على انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين، أبلغت الصين عن إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون، فكثفت حملتها لتطعيم العاملين في المجال الصحي والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالجرعات المعززة من اللقاحات في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بكوفيد 19 الناجمة عن المتحور أوميكرون. أما اليابان فقد اتفقت مع الولايات المتحدة على فرض حظر تجول على أفراد الجيش الأمريكي بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 مدفوعة بسلالة أوميكرون داخل القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان. ووسط كل هذه التطورات، أكدت مصادر مطلعة من منظمة الصحة العالمية أن نظم الرعاية الصحية في أوروبا تتعرض لضغوط بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون خلال فترة العطلات، مع إصابة أعداد كبيرة من أفراد الطواقم الطبية وعزلهم. وبعيدا عن زخم الأحداث السياسية والاقتصادية، نأخذكم في جولة من أخبارنا الخفيفة في عدد من دول العالم نتابع. في مدينة الخليل بالضفة الغربية، استوحت فتاة فلسطينية فكرة لوحاتها ثلاثية الأبعاد والتي تتيح لمشاهديها الدخول إليها والمشاركة فيها والانتقال بها من مكان إلى آخر، بما تضمه تلك اللوحات من عناصر مختلفة بألوانها الطبيعية، بحيث يبدو المشاهد وكأنه جزء من مكوناتها، حيث أعادت فكرتها للاستوديو التي اندثرت بشكل مستحدث. ولاقت الفكرة استحسان وقبول أبناء المدينة الذين حرصوا على التقاطهم صورا تذكارية. في محاولة للتخفيف من معاناتهم وممارسة حرفته، يتجول حلاق أسترالي عبر المدن بسيارته الخاصة، حيث يستقبل زبائنه لقص وتصفيف شعرهم، بالإضافة إلى مساعدتهم في الحفاظ على صحتهم النفسية من خلال الاستماع لمشاكلهم ومعاونتهم في العثور على أماكن الصحة النفسية الموجودة بكل منطقة. بهدف مواجهة التغير المناخي وخفض درجات الحرارة بنسبة 4.7 درجة خلال موجات الحر الصيفية التي أصبحت تعاني منها الدول الأوروبية أكثر فأكثر خلال السنوات القليلة الماضية، ابتكر علماء البيئة بمدينة برشلونة الإسبانية ما يسمى بالأسطح البيضاء، وهو مشروع جديد يقوم على طلاء الأسطح العلوية للمنازل باللون الأبيض
والذي يحول دون امتصاص الأسطح للحرارة، مما يقلل من الإحساس بالحر. في روسيا من المعتاد أن تركب قطاراً، ولكن من غير المعتاد أن يرتدي بعض ركابه ملابس شخصيات مرعبة وخيالية. هؤلاء الممثلون أعضاء في تجربة قطار هوغوارتس إكسبرس الأسطوري، حيث يؤدي الممثلون أمام الركاب أدوار السحر في أفلام هاري بوتر، يحكون قصصا من عالم الخيال الشهير ذي الشعبية، ليس للأطفال فحسب ولكن للبالغين أيضا. عودة إلى أخبارنا المحلية، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 951 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة. وفي بيانها اليومي أعلنت الصحة ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 328 ألف حالة، وذلك من أصل نحو 394 ألف حالة أصيبت بالفيروس منذ بدء الجائحة. شيعت بعد ظهر أمس الاثنين جنازة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي بمسقط رأسه بمدينة شربين في محافظة الدقهلية. توفي وائل الإبراشي عن عمر ناهز 58 عاما متأثرا بتداعيات فيروس كورونا الذي أصيب به قبل أكثر من عام. وتخرج الإبراشي في كلية التجارة وعمل صحفيا بمؤسسة روزا اليوسف ورأس تحرير جريدة صوت الأمة قبل أن يتجه للعمل التلفزيوني، حيث قدم عدة برامج في قنوات مختلفة كان آخرها القناة الأولى في التلفزيون المصري. والآن جاء موعدنا مع جولة للطقس السيء في عدد من دول العالم. تعرضت ولاية تكساس الأمريكية لإعصار مدمر، وبلغت سرعة الرياح 115 كيلو مترا في الساعة، والتي أدت لتدمير المئات من المنازل وعدد من المتاجر، إضافة إلى انقلاب عدد من السيارات. كما تسبب الإعصار في تدمير العديد من المزارع، وقامت السلطات الأمريكية بإغلاق الطرق السريعة خوفا من وقوع حوادث مرورية. إلى واشنطن، حيث تعرضت الولاية لفيضانات غزيرة تسببت في حدوث انهيارات أرضية، كما أدت إلى إغراق المئات من المنازل والعديد من الطرق، وقامت السلطات بإجلاء المئات من المواطنين إلى أماكن أكثر أمنا. في جنوب إفريقيا، لقي أكثر من 10 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون إثر اجتياح فيضانات عارمة للبلاد، كما تسببت الفيضانات في إغراق المنازل وعدد من الطرق السريعة، إضافة إلى تشريد المئات من المواطنين. وقامت السلطات بإجلاء مواطني المناطق المنكوبة إلى مراكز الإغاثة لتلقي الرعاية اللازمة لهم. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء. وفي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعة القادمة.